باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا خلقتني إنسانا. الحلقة دي حابب كل واحد فينا كده يسأل نفسه، وانت بتقرأ سفر التكوين يا ترى شايف الأحداث وبالأخص أحداث الـ 11 إصحاح الأولين أحداث حقيقية؟ المعنى الحرفي موجود فيها ولا لا؟ كنيسة الأسكندرية من أوائل الكنائس اللي اتكلمت عن المعنى الرمزي، لكن يا ترى أبائنا في مدرسة الأسكندرية أصروا برضو على المعنى الحرفي ولا لا؟ كل آيات الكتاب ممكن نتأمل فيها تأملات روحية ونطلع منها رموز كتيرة جدا، لكن المعنى الحرفي ما زال أباء الكنيسة وأباء الأسكندرية بالذات يصروا أنه معنى مطلوب وموجود. في الحلقة دي هنتكلم عن يا ترى الكتاب المقدس زي ما بيشتكوا عليه، وبالذات في الأسفار الأولى الإصحاحات الأولى في سفر التكوين، يا ترى فعلا واخد من حضارات أخرى وأساطير أخرى ولا واخد بوحي إلهي موسى النبي؟ يا ترى الكتاب المقدس في عصر العلم يمكن أو نقدر نصدقه بيكون له المصداقية الأولى والعليا على أي كلمة تانية ولا لا؟ في الحلقات برضو خليكم معنا وهنشوف ازاي السيد المسيح نفسه في اكتر من يمكن 10 اقوال هنشارك ببعضهم في الحلقه دي، ازاي في كل مره بيأكد ان ادم شخص حقيقي، ان امنا حواء شخصيه حقيقيه، لان الطوفان ونوح دي احداث وشخص حقيقي. مين تاني ممكن نصدقه بعد ربنا يسوع المسيح، ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح؟ الحلقه ديت حلقه مميزه جدا، هنعرف فيها مصداقية أو تصديق الكنيسة الحق الإلهي، تصديق الكنيسة أن الروح القدس هو الذي يرشد، هو الذي يسوق رجالها القدسين. الجزء الثاني من الحلقة زي ما هيبقى في كل جزء من الحلقة، إزاي أباء الكنيسة قالوا الكلام ده صراحة. إحنا مش بنقول الأباء ولكن بنقول هم قالوا إيه بالظبط. أكتر من كده، يا ترى الكنيسة بتصلي الكلام ده ولا لأ؟ زي ما قلنا في أول حلقة وحنقولها في كل حلقة تقريبا، اللي مش بنصليه مش بنؤمن بيه، واللي بنصليه هو اللي بنؤمن بيه. عشان كده من الحاجات الحلوة أو الكنيسة عملتها في الليتورجيات بتاعتها، سواء كان القداس الإلهي أو التسبحة أو أي ليتورجية في الكنيسة، الكنيسة عايزة أبسط واحد اللي ما يعرفش يقرأ ويكتب، مجرد أن يجي الكنيسة ويحضر يعرف أنه يوجد إله واحد وخالق واحد، هو ده اللي احنا بنعبده كل يوم وكل يوم. ابقوا معنا ونتقابل بعد الفاصل مع تفاصيل هذه الأحداث. مرحبا بكم مرة تانية مشاهدينا الأعزاء في خلقتني إنسانا. بنرحب بك دكتور ناجي، ونبدأ كده مقدمة سريعة، أهمية التفسير الحرفي للإصحاحات الأولى في سفر التكوين. تمام يا بونا، الموضوع ده في غاية الأهمية، لأنه كلنا مستعدين نقبل من أصحاح 12 من قصة إبراهيم وما بعده وإسحاق ويعقوب وموسى وأرض مصر وكل الأحداث التاريخية الحقيقية اللي حصلت دي، مستعدين نقرأ من أول أصحاح 12 من سفر التكوين. لكن أصحاحات 1 ل 11 هي اللي عليها الخلاف الكبير، وناس كتيرة بتهاجمها وتقول إنها أصحاحات رمزية، دي أسطورة، دي قصة متاخدة من حضارات مختلفة. الحقيقة ده شيء محزن جدا يا أبونا، محزن صحيح، لأن دي كلمة الله الصادقة المنزهة عن الكذب، ده الله اللي قالها بالوحي بالروح القدس لأنبيائه ولكتاب الكتاب المقدس. إزاي إحنا نتجرأ ونقول إن دي مأخوذة من حضارات وثنية موجودة حوالينا، حوالين الناس في الوقت ده؟ طبعا ده كلام الحقيقة محزن، لكن برضو هنناقشه، لأن احنا بصدر مفتوح وبقلب متسع هنناقش كل الأفكار. طب ايه تعبير حضرتك بعض الحضارات كانت بتقول ايه، ونشوف الفرق الكبير بين الاثنين؟ بالظبط، عايز احط على الشاشة الصورة دي. في حضارات قديمة جدا في الشرق الأدنى بتقول ان العالم كان متشال على 4 أفيلة، وبعدين بيقولوا طيب الافيله دي متشاله ايه، على مين اللي شايلهم؟ قال لك على ظهر سحلفه كبيره شويه. بالظبط كده، عشان تشيل كل ده. شوف قد ايه الحضارات اللي الانسان بيعملها او الافكار اللي الانسان بيعملها بتوصله للتخيلات دي.
فدي حضارات عريقة وعظيمة ونحترمها وكل ده، لكن في نفس الوقت ده اللي بيقولوه. لما تقرأ في الكتاب المقدس ما فيش كلام زي كده خالص، تلاقي حاجة راقية جدا وحاجة ليها معنى زي ما هنشوف في الحلقات القادمة. عايز أوريك صورة تانية يا أبونا، وعايز أوري كل أحبائنا المشاهدين الصورة الجديدة دي. دي الحضارة الإغريقية، وهي حضارة عريقة جدا وعظيمة جدا، ولازلنا نستمتع بالشعر اللي كتبوه وبالفلسفة اللي كتبوها. كانوا بيقولوا العالم إزاي؟ قالك العالم ده كان متشال على أطلس، وأطلس بإيديه القوية كان شايل الكرة الأرضية على بعضها. لما تقرأ في سفر التكوين من أصحاح 1-11 ما تلاقيش أي حاجة من هذا النوع. ده أفكار الناس، ودي كلمة الله، فلازم نميز بينهم ونحط كلمة الله في مكانها المظبوط، لأنها فوق كل هذه الأشياء. تعال نشوف مثلا العالم دلوقتي كما نراه. العالم كما نراه طبعا بالتلسكوبات الحديثة وبالعلم الحديث بنشوف أنه هو كورة. وبنشوف مثلا آية في سفر أيوب، وهو من الأصفار القديمة جدا في الكتاب المقدس، بالضبط كده يا ابونا، بيقول يعلق الأرض على لا شيء. يعني الأرض موجودة وما فيش حاجة سنداها، لأنه بالجاذبية وحركة الأجسام نعرف أن الأرض ممكن ما تقعش. عايز أتخيل يا ابونا لو واحد بيسأل أيوب في العصر بتاعه واللي تعلق الأرض على لا شيء، ده كلام مش منطقي، ده العلم، ده العلم بتاع وقته بالضبط كده. فيقول له انت لو علقت اي حاجة هتقع. فبالتالي يعلق الارض على لا شيء دي كلمة مش لازم تتكتب، وده كلام يبقى غلط بالعلم الموافق لعصره. لكن بنقرأ توثيق كامل عن إلهي، وده اللي بيؤكد لنا كلمة الله، واللي يخلينا نحترمها ونتعلم منها. احنا مش هنا عشان نؤدت الكتاب المقدس عشان نعيد صياغته، احنا هنا عشان نفهمه ويعلمنا. تمام، ده اللي بتعمله الكنيسه يا دكتور. في حركه بسيطه قوي، ان قبل ما نقرا الانجيل في الكنيسه كاهن ياخد البشاره يحطها فوق راسه وينحني، بالظبط كده، ويعلن ان انا جاي عشان اخضع لسلطان الله، بالتاكيد، مش افحص كلمه الله، بالظبط كده. وده فرق كبير قوي. هي اللي بتفحصنا، بنورك نرى نورا. تمام، فاحنا مش هنا علشان نعدل في الكتاب المقدس ونحاول نحط فيه حاجات ونقول دي اسطوره ودي خرافه والكلام اللي للاسف موجود في الاوساط، حتى الاوساط المسيحيه. احنا بنحترم اراء الناس وهنناقشها، احنا مش ضد اشخاص. تمام، احنا بنتعامل مع فكر، واحنا لا ندين احد، الدينونة للرب هو اللي مولاه يسقط او يثبت. تمام، ده مش موضوعنا، لكن موضوعنا الفكر اللي بيقدم، وهنناقشه الفكر بالفكر والحجه بالحجه. زي ما حضرتك بتقول كده، انه احنا دلوقتي بندور على الشخص اللي جاي يهدم اساس الايمان. ايوه، فاحنا بنقول ازاي ان ايماننا مؤسس على الصخر. تأكيد، زي ما السيد المسيح نفسه قال كده لبطرس، أنت بطرس، يعني أنت الصخرة. أي، وعلى هذا الإيمان أبني الكنيسة. بالتأكيد. حضرتك كنت عايز تورينا حاجة عن الأساس، مفهوم الأساس في الكنيسة. الأساس ده حاجة مهمة جدا يا بونا. فلو حطينا الصورة دي قدامنا على الشاشة بنشوف بيت جميل وشجر وبتاع، لكن أهم حاجة في البيت ده الحقيقة الأساسات بتاعته، الجزء اللي احنا مش شايفينه. لأنه ده لو حصل فيه مشكلة كل البيت ده هينهار. فالكتاب المقدس الأساسات بتاعته هي سفر التكوين 1-11. طبعا كل الكتاب مهم وكل كلمة مهمة، لكن الأساسات اللي احنا مش شايفينها ومرات بنقول انها مش مهمة قوي هي التكوين 1-11، لانه ده بيورينا خلق العالم، خلق النباتات، خلق الشمس والقمر، سقوط، بالظبط كده، خلق الإنسان، السقوط، دخول الخطية للعالم، الاحتياج الى مخلص، وبعد كده خطة الله للخلاص من خلال الشعب اللي اختاره، ومن السبط اللي هيجي منه الرب يسوع. شوف قد ايه الامور كانت محددة، انه الرب يسوع هيجي من يعقوب، من ابراهيم اسحاق يعقوب، ومن سبط يهوذا، ومن داود، من عائلة داود. وده اللي بنشوفه في الاناجيل، لما البشير متى والبشير لوقا بيكتبولنا عن نسب الرب يسوع من السيدة العذراء مريم ومن يوسف الصديق، وهم كانوا من عيلة واحدة. فرب يسوع مش هيظهر فجأة كده في التاريخ، ده مجيئه مبني على أحداث حصلت في الماضي. تمام، حصلت في الزمن وفي المكان. دي مش خرافة، دي مش أسطورة، دي مش قصة، دي مش حاجة مرات نقراها للأولاد قبل ما يناموا ويعرفوا قصة داود وجوليات وكده. حلو انهم يعرفوا الحاجات دي، لكن لازم نفهمهم ان ده إطار تاريخي لتعاملات الله مع البشر، لمجيء الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا، لإعلان الخلاص. بالتأكيد،
عشان كده احنا مركزين في سفر التكوين 1-11 وهندرسه بكل دقة وبكل تفصيل يا ابونا، علشان نؤكد الحق الإلهي، وعلشان المستمع والإنسان اللي بيشاهدنا يعرف ان احنا ما عندناش خرافات مصنعة، لكن عندنا الأمور المتيقنة عندنا. تمام. فده يقين، مش حاجة احتمال. تمام. ايه رأي حضرتك في اللي بيقولوا دلوقتي احنا عايشين في القرن 21 ودلوقتي احنا لا يمكن تصديق كتاب على الأقل في سفر التكوين عمره 3500 سنة على الأقل، واحنا في عصر العلم ده يعني فات معاده. الناس دول عندهم مشكلة كبيرة يا بونا. موضوع ملايين السنين ظهر في الجيولوجيا قبل ما يظهر في البيولوجي، في علم الأحياء. في علم طبقات الأرض في واحد اسمه تشارلز لايال، ده كان محامي وكان مهتم بالأبحاث الجيولوجيا، قال لك نلغي أسفار موسى الخمسة، انسى الطوفان وانسى أي حاجة، ما تعتبرش هذه الأسفار موجودة خالص كأنها لم توجد. وقال لك حاجة اسمها اليونيفيرماتيريان. يعني إيه يونيفيرماتيريان؟ يعني معدلات التغير اللي احنا شايفينها في الوقت الحالي هي اللي حصلت في الماضي وهي اللي بتحصل في المستقبل، وبالتالي محتاجين ملايين السنين. وده في حد ذاته فرض مريع بالتأكيد، وهثبت لك قد إيه إنه هو غلط. ليه؟ لأنه بيقول لك مثلا لو الجبل ده بيزيد متر في السنة مثلا، والجبل ده طوله 2 كيلو متر، يبقى عمره كذا ألف سنة، ويحسب بقى المدة بالطريقة دي. نسي حاجة اسمها الكاتاستروفيك جيولوجي، يعني الأحداث الكارثية اللي أثرت على طبقات الأرض، ومنها طبعا طوفان نوح بصورة كاملة. تمام. فيابونا لو فاكر السونامي اللي حصل في جنوب شرق آسيا، خلى جزر تتحرك في ظرف ساعات، ما احتاجتش ملايين السنين عشان تتحرك. عشان التكتونيك بليتس دي والسونامي اللي حصل وتحرك طبقات الأرض غيرها وجذفها بشدة، ودي الحاجات اللي حصلت في طوفان نوح. تمام. فالجماعة اليونيفيرماتيريان دول اللي بيقولوا ان معدلات التغير هي نفس المعدلات، ده افتراض، وافتراض فيه مشاكل ضخمة جدا، وافتراض وعايز يجبرني عليه بالظبط كده للأسف، وعايز يكذب الحق الإلهي لو ما فيش افتراض بالظبط اللي فيه تاريخ أحداث حصلت. فده الفرق. فاحنا في القرن 21 نشكر الرب ان احنا في القرن 21، احنا سعدة ان احنا نكون في قرن حديث وبنستخدم الكمبيوترز وبنستخدم الأجهزة الحديثة، لكن ده لا علاقة له بعمر الأرض خالص. تمام. العلاقة اللي هو حطها تشارلز لايل ده، وللأسف كل الجيولوجيين ابتدوا يدرسوا اليونيفيرماتيريان ده المعدل. ناخد لها حلقة مخصوصة عمر الأرض والحكاية دي بالتأكيد. لكن احنا بنؤمن طبعا بالكاتاستروفيك جيولوجي. فإحنا في العصر الحديث ونشكر الله ان احنا في العصر الحديث، لكن ده لا يعني ان كلمة الله غير دقيقة، بالعكس. تمام. ايه رأيك تاخدنا في رحلة سريعة كده على بعض الشواهد، ازاي ان السيد المسيح بفمه الطاهر قال لنا حقائق كتابية عن العهد القديم وبالذات عن أسفار الأصحاحات الأولى في سفر التكوين، وهذا يقضي على كل شك، أن ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع الذي ظهر في الجسد أعلى لنا أن هذا حق إلهي. بالتأكيد يا بونا، ده شيء بقى مهم جدا، لأنه في إنجيل متى صح 4 الناس جم يسألوا الرب يسوع عن الزواج، فقال لهم أما قرأتم أنه من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، فده الخلق الكتابي اللي الرب يسوع بيشير إليه، خلقهما ذكرا وأنثى، آدم وحواء، آدم وحواء، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان، ده كان كلام الرب يسوع ليهم. فبيورينا أنه خلق آدم ده شيء مهم جدا، لأن الناس اللي بتقول أن سفر التكوين أسطورة، لو آدم شخصية اعتبارية يعني ما حصلتش، هيكون ابنه شخصية اعتبارية ما حصلتش، نوصل بالتسلسل لحد ما نوصل إبراهيم يبقى شخصية اعتبارية ما حصلتش، نوصل لحد داود يبقى شخصية اعتبارية وبعدين من نسل دول جاء الرب يسوع في الجسد. فالموضوع خطير يا بونا. تمام. لأن لو أنكرنا آدم الأول بننكر آدم الأخير. تمام. وبالتالي بننكر الخلاص اللي صنعه الرب لكل البشرية. تمام. فالرب يسوع في إنجيل متى تكلم عن آدم وحواء، وعلى فكرة في النشوء والارتقاء عندهم مشكلة، إمتى ظهرت حواء؟ يعني آدم تطور وإمتى ظهرت حواء، ولازم يظهروا في نفس المكان عشان يتزاوجوا يبقى في نسل. وفي أبحاث بتقوله إن هم جم من إفريقيا، وأبحاث تانية بتقول جم من جنوب شرق آسيا. فلما ندخل في تفصيلات الأمور دي هنلاقي في مشاكل ضخمة للأسف، لما بتدرس الحاجات دي في المدارس بتدرس على أساس إنها حقائق ومحدش بيفكر فيها. وأنا يا بونا نصيحتي للشباب اللي بيدرسوا في ثانوي وفي الجامعة، وبعد إذن حضرتك وللوالدين يكونوا متابعين بالتأكيد، عشان ساعات الوالدين هو يروح المدرسة وخلاص. أيوة بالتأكيد، لازم الكل يستمتع بده ويفهم الموضوع.
اللي عايز أقوله كمان يا أبونا أنه في الامتحان يكتب يقول علماء النشوء والارتقاء ويكتب اللي موجود في الكتاب عشان ينجح، لكن هو وهي لازم يكون بيفكر في ذهنه ويعرف إيه معنى الكلام اللي بيقوله ده. تمام. فده نص كتابي مشهور قوي. الرب يسوع اتكلم في لوقا وقال أنه قتل هابيل أول الأنبياء. وده شيء طبعا مهم جدا أن احنا نعرف أن قتل هابيل ده كان حقيقة حدثت والرب يسوع أشار إليها وتكلم عنها، وده كان أول شخص قتل. ونلاقي في سفر العبرانيين كاتب العبرانيين بيقول نفس الكلام، إنه دمه بيصرخ من الأرض للرب. فده شيء مهم جدا نفهمه. بعد كده بنشوف في إنجيل متى تاني إنه بيتكلم عن نوح والطوفان، وده شيء مهم جدا إنه كما كان في أيام نوح بيأكلون ويشربون. دي أيام ودي حقائق ودي بيتكلم على قصة بالضبط ولا رمز، ده مش رمز. تمام. لأنه ما حدث في أيام نوح أثر على طبقات الأرض وأثر على الحفريات وأثر على عمر الحفريات، لأن زي ما هندرس في الحفريات، الحفريات عشان تتكون لازم تتكون بسرعة، ما تحتاجش ملايين السنين. فلما مثلا سمكة تموت مش بتتحفر، مش بتنزل وتتحفر، دي بتطفو وبعدين بتتحلل وبعدين بتتاكل. إمتى تتحفر؟ لو في أملاح كتيرة وضغط كتير وحرارة شديدة هتخليها تتحفر وتصبح حفرية. لما هندرس ده يا ابونا بالتفصيل هوريك صورة لسمكة بتاكل سمكة، دي ما تاخدش ملايين السنين، دي ثواني. ده ثواني بالظبط. هوريك حيوان اسمه اكتيوسورس بيولد في وضع الولادة، ودي حفرية مش صورة مرسومة. فده شيء مهم جدا ان احنا نفهم ان الكلام اللي موجود في سفر التكوين الرب يسوع بفمه الطاهر اشار اليه. فاتكلم عن نوح والطوفان، اتكلم عن لوط وسدوم وعمورة وحرقهم بنار وكبريت، اتكلم عن معجزة وهي حاجة غريبة غير الطبيعية ان امرأة لوط تحولت الى عمود ملح. تمام. ده ما اقدرش اعمله في المعمل طبعا. ما اقدرش اعمله في المعمل، لكن احنا بنؤمن بالتدخل المعجزي ان الله حذرها انها ما تنظرش للخلف ونظرت للخلف وعشان كده تحولت لعمود ملح. والرب بيقول اذكروا امرأة لوط. دي مش قصة، دي مش خرافة، دي مش حدوتة بنقولها، ده حدث مهم واساسي. الرب بيتكلم بعد كده في يوحنا عن موسى والحية النحاسية، انه ازاي انه كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان، عشان بيتكلم عن الصليب واهمية الصليب والكفارة وموت الرب يسوع وقيامته. فدي احداث، مش طبعا ازاي الحية النحاسية اللي يبص اليها ينجو من السم، ده فوق العقل بالظبط. ده الإعلان الإلهي وده العمل المعجزي. فالله مش محدود بالإطار بتاعنا، مشكلتنا ان بنحاول نحط الله في فريم وما نحركوش منه. تمام. الأمثلة طبعا كثيرة جدا يا دكتور، لكن احنا ممكن نكتفي بهذا القدر. اوكي. وعايزين نأكد بس للمشاهدين الأعزاء انه الأحداث ديت اللي ذكرها السيد المسيح بفمه الطاهر هي أحداث حقيقية. السيد المسيح يؤكد على حرفية الأصفار الأولى والإصحاحات الأولى بالذات في سفر التكوين أنها أحداث مهمة جدا وحقيقية جدا. ابقوا معنا ونتقابل بعد الفاصل. خلقتني إنسانا كمحب للبشر. أحبائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وعايزين نكمل فهمنا للإصحاحات الأولى من سفر التكوين وقد إيه الصدق التاريخ والحرف اللي كتب في هذا الجزء من الكتاب المقدس. شفنا قبل الفاصل كلمات الرب يسوع المقدسة عن سفر التكوين والأحداث الخاصة بأصحاح 1 لأصحاح 11. دلوقتي عايزين يا أبونا تقول لنا عن أقوال الآباء الكنيسة الأولى، إزاي فهموا سفر التكوين وإزاي قدموا لنا الحق الإلهي في موضوع الخلق. تمام. هي في أقوال كتير جدا، احنا هختصر في ذات أربع أقوال ونشوف إزاي أنه في كل قول بيأكدوا الاثنين، أن المعنى الحرفي حقيقي جدا ويمكننا أن نتأمل فيه زي ما احنا عايزين، فلم يلغوا هذا أو ذاك، بس أول حاجة يؤكدوا على حقيقة التعبير الحرف. مثلا القديس مكاريوس الكبير وهو بيتكلم عن تكوين 3-24 إزاي بعد ما ربنا طرد أدم وحواء من الفردوس حط كروب ومعه لهيب سيف متقلب، يقول لنا كده: لقد كان الفردوس مغلق والكروبيم أمر أن يحرسه بلهيب سيف متقلب ويمنع دخول الإنسان،
ونحن نؤمن أن هذا الأمر حقيقي كما هو مكتوب. رائع. ده الجزء الأولاني. وفي نفس الوقت نرى يحدث في كل نفس بطريقة سرية. أنا ممكن أمنع نفسي بالسقوط في الخطية من التمتع بفردوس الله. ده على مستوى الشخصي. ده التطبيق الروحي الجميل. ده التأمل. أيوه. التطبيق الروحي. لكن المعنى الحرفي هو كلام ده قاله في عزة عن الصبر والاحتمال والتمييز اللي هي العزاء الخمسة. رائع. عشان برضو اللي حب يراجع ورا. طبعا. قديس باسيليوس في الكتاب المشهور أول احنا قلنا عليه في أول حلقة خالص اللي هو الهكساميرون أو ستة أيام الخليقة. وفي الفصل التاسع والباراجراف الأولاني يقول لنا كده. الذين لا يعترفوا بالمعنى الحرفي للآيات. يبقى في العصر ده كانوا ناس في اوريدي رافضين المعنى الحرفي. يقولون ان الماء ليس المقصود به الماء بل شيء من طبيعه اخرى، ويفسروا النبات والسمك بحسب ارائهم الشخصيه. ولكني حينما اقرا عن العشب افكر في العشب، وهكذا بالنسبه لباقي المخلوقات. يبقى الله ما بتقول انه عمل كذا يبقى هو عمل كذا. عايز تتامل فيها تامل، لكن المعنى الحرفي حقيقي. يكمل يقول ايه؟ لاني لا استحي بانجيل المسيح. بيعلق على او بيذكر روميا 1:16. يقول لنا كده لقد حاول البعض التفسير بحجج خاطئه وبتفسيرات مجازيه. هنا برضو مش بيرفض المجازيه، بيرفض انها تلغي الحقيقه. اي. تماما ظانين انهم بذلك يعطوا مهابه اكبر للكتاب المقدس. وهنا في مشكله برضو حابب اشارك بيها بعد اذن حضرتك. ايوه يا بون. انه الفكر البشري او الفكر الهليني والفكر اليوناني اللي كان موجود في الادوات اللي ما يخشش في دماغي يبقى مش موجود. فاضطر للاسف بعض الناس وبعض العلماء وبعض الكنسيين للاسف يحاولوا يصغروا الاعلان عشان يخش في المخ، فبقاش اعلان. اقول مثل احب دايما اقوله في بشاره الملاك لامنا العذراء. امنا العذراء قالت كلمتين اتنين بالظبط. الاول حاجه لا بشرها بالميلاد، فقلت له كيف يكون لي هذا وانا لست اعرف رجلا. ده عقل بالظبط. قال لها بعد كده الروح القدس يحل عليك وقوه العقل تظللك. طب ده يخش العقل؟ لا ده فوق، فوق العقل بالظبط. فامنا العذراء قالت ليكن ليك قولك. ايوه. هو ذا انا امة الرب. يبقى عايزين نحط الفرق ده واضح قوي. أيوة. ده العقل وده الاعلان، والمسافه كبيره بس ايدي مش هتجيب. يعني ايه؟ يعني اللي هيحاول يصغر الاعلان عشان يدخله في المخ هنوصل زي ما بعض الناس في الغرب يقول لك مفيش حاجه اسمها حبل بتول. ايوه تاكيد مفيش حاجه اسمها ما تخش العقل بالظبط، لان هو عايز يقفل الجاب بالزبط. او يحاول يعلى بدماغه قوي ويخلي دماغه فوق قد الاعلان. الحالتين الحاد بالظبط، والحالتين فشل. وده اللي بالظبط يقوله كده القديس باسيليوس. ده كان حاصل في القرن الرابع وقبل كده بكتير. قلنا كده لقد حاول البعض التفسير بحجج خاطئة وتفسيرات مجازية تماما ظانين بذلك أنهم يعطوا مهابة أكبر لكتابنا. أصل كده الكتاب يخش في المخ. أيوه. ربنا بتاعنا ما عرفوهوش بالعقل. بالتأكيد. لأنه فوق العقل. بالتأكيد. بالإعلان الإلهي. يقول كده وهذا تصورهم الشخصي. أيوه. ده مش إعلان إلهي. بالظبط. لأنهم اعتقدوا في أنفسهم أنهم أحكم من إعلانات الروح القدس. تخيل. وده ما ينفعش. طبعا. لذلك علينا أن نفهم ما هو مكتوب كما هو. تأكيد. لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم يقول الرب. فالمسافة بين السماوات والأرض مسافة شاسعة ما نقدرش نحسبها. فإزاي زي ما يابونا بتقول لنا إن إعلان الله في الكلمة المقدسة إزاي إنه أعلى كتير من عقلي، فعشان أحط كل الإعلان ده جوه عقلي أنا محتاج الإيمان العاقل. تمام. يبقى أنا مش هينفع أخد حاجة ونقي حاجة وأقول دي تمشي مجازي دي تمشي حقيقي. الكل حقيقي. يس. والكل فوق عقلي. بالتأكيد. خليني أشارك برضو بالقديس مار إفرامس. احنا بناخد تنوع، يعني خدنا القديس مكاريوس. أيوه. وده من مصر اسكندرية، وبعدين خدنا القديس باسيليوس الكبير من كابادوكيا، ودلوقتي مار إفرامس السورياني اللي هو من سوريا. في تفسيره لتكوين واحد يقول ايه؟ لا يجب أن يعتقد أحد أن خلقة الكون في ستة أيام، وده هنتكلم عليه بالتفصيل بعدين طبعا، شيئا رمزيا أو مجازيا. عظيم. وكذلك غير مسموح أن نقول أن الله غير قادر أن يخلق في أي وقت. يكمل يقول وبالمثل لا يمكن القول أن بعض الأسماء تعني شيئا آخر. ليه؟ ويدينا مثلا كما قيل في البدء خلق الله السماوات والأرض، فهذا يعني السماوات والأرض مش حاجة تانية. بالتأكيد. وليس شيئا آخر. وكذلك كل الخلائق كما ذكر أنها خلقت وبنفس الترتيب المذكور،
بعد خلقة السماوات والأرض ليست أسماء بلا معنى، ولكنها أساسا وجوهريا خلقت بهذا الشكل، وهذه الأسماء تعبر عنها بقوة. بالتأكيد. يبقى ما بنقول أرض تبقى أرض بجد، بنقول حيوانات زحفات كله بالضبط. بالتأكيد كده، وده النص اللي بيلزمنا ان احنا نتبعه ونفهمه. دي مش قصة رمزية عشان تنقل لنا حقيقة، لان في ناس حبوا يوصلوا الحل وسط يا ابونا، يقول لك هي قصة رمزية بس بتقدم حقيقة، فاحنا مش بنرفض الحق. يعني شوف الفزلكة، معلش سامحني في التعبير ده يا ابونا. ازاي ان الانسان عايز ايه، يولف الكلمات عشان تطابق ما هو يدركه وما يدركه خلال، عشان تخضع لادراكه، مش هو اللي يرتفع ويسمو بالاعلان. اكزاكتلي. واحنا محدودين بالحواس الخمسة. اي حاجة تقع خارجه مش هحسها، حتى داخل الحاسة الواحدة انا محدود. يعني الصوت بنسمعه خلال موجات معينة، في موجات فوق صوتية، عينيا بتشوف في ليميت معين. فحتى الحواس الخمسة محدودة، فازاي هعرف الله الغير محدود بمحدوديتي بالحواس الخمسة، واحاول اجيبه واحطه جوه الفريم ده، جوه الاطار ده. الاتضاع هو الحل. الاتضاع. خليني اقول كل اخير قبل ما نخلص حلقتنا النهارده، واحنا كده هننقل بقى في حته ثانيه خالص. بطرك القسطنطينيه القديس يوحنا زبيل فم في العدد 13 والباراجراف الرابع سلف التكوين هنا كده: ربما الذين يحبون ان يتكلموا بحكمتهم الشخصيه لن يسمحوا بتفسير ان الانهار تعني انهار بالحقيقه، ولكن سيحاولون ان يغرسوا في اذهان سامعيهم ان الانهار تعني شيء اخر. طب نعمل معاهم دول ايه لنا كده؟ ولكني اتوسل اليكم لا تعطوهم انتباهكم ولا تسمعوهم، ولنؤمن ونصدق الكتب المقدسه ونتبع ما هو مكتوب فيها، ولنجاهد لنحفظ انفسنا في العقيده الصحيحه. اللي هو الحرف اللي احنا اتعلمناه من كلمة الله. رائع رائع. لان الله لما بيكلمنا بيدينا الحق، والحق يحررنا. فان احنا بعدنا عن الحق اللي مكتوب في الكلمة هنوصل لضلالات باشكال مختلفة من الضلالات وانواع مختلفة من الضلالات، بس كله ضلال. عارف يا ابونا، في واحد قال لو قلت لك 3+5 بس ما تدينيش رقم 8 لاني بحبش رقم 8. 3+5 يساوي 17، ايه المشكلة؟ طول ما هي مش 8 اي حاجه تانية، كل حاجه تانية غلط. فنفس اقوال الاباء اللي بتؤكدها، وده شيء يخلينا واثقين وراسخين وغير متزعزعين من كلمه الله. خليني اختم الحلقه ببقيه الجزء اللي احنا قريناه في الحلقه الاولانيه للقديس أدوغريوس اللاهوتي في القداس الغرغوري. احنا بدانا وسمينا برنامجنا خلقتني انسانا كمحب للبشر، بناكد ان المخلوق انسان مش حاجه تانية، ونقول له كده كونتني إذ لم أكن. وبعد نحكي القصة كلها بالحرفية بتاعتها اللي في أسفار الأولى، إصحاحات الأولى، يقول لنا إيه؟ نقول له كده: أنت الذي جبلتني وأضعت يدك علي، كتبت في صورة سلطانك، وضعت في موهبة النقد، فتحت لي الفردوس، يبقى الفردوس ده حقيقي، أعطيتني علم معرفتك، أظهرت لي شجرة الحياة، يبقى شجرة دي حقيقية، غرس واحد نهايتين أن أكل منه، بيتكلم عن شجرة معرفة الخير والشر. وبيقول له كده: هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده، فأكلت بإرادتي السقوط. هو ده الحق الإلهي اللي الكنيسة بترنمه وبتصليه بفرح. ابقوا معنا وتقابل في حلقة جديدة من خلقتني إنسانا.